احمد فتحي، عن انضمام عدم انضمام عمرو السوليه، عدم انضمام رمضان صبحي. هذا الرباعي اثير عليه كلام كتير جدا، خصوصا بعد يعني انا حتى وانا بقرا على هاشتاج اسال هاني، طبعا كالعاده دلوقتي هقول لك هو بقى فين، بقى رقم واحد يعني دلوقتي محمد هاني نمره واحد على تويتر كالعاده، يعني دايما مع جمهور النادي الاهلي، وكالعاده دايما لازم نشكر دايما حضراتكم ووقفتكم دائما ورا لاعبتكم ورا قناه ناديكم في مثل هذه الامور. في ساعه واحده دايما تلاقي نفسك في ثانيه. ف كانت اسئله كتيره جايه على محمد هاني وعدم انضمام المنتخب، هل ده اثر فيك بشكل سلبي؟ ما تقولي انا مش عايز اجابه دبلوماسيه. لا لا مش دبلوماسيه والله، انا هتكلم. المنتخب ده امل اي حد. لا دي حاجه اي شرف اي لعيب كوره في مصر ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي، يعني تيشيرت منتخب مصر طبعا والنادي الاهلي طبعا. لكن انا يعني لما عرفت القايمه مثلا طبعا اتضايقت طبيعي، ان اتضايق عشان انا كنت موجود مع الراجل من الاول، والراجل كان بياخدني وانا مش بلعب، يعني دي في حاجه. هو حتى لما اتكلم معايا قال لي انا يعني اتفرجت عليك انت ممكن ما بتكونش بتلعب كتير وممكن تكون انا اتفاجئت ان انا رحت في الاول. لا لا في الاول الكلام ده في الاول، في الاول اتفاجئت ان انا رحت المنتخب بالظبط، يعني ما كنتش بلعب بس يعني ساعتها لو ما كنتش رحت ما كنتش هتبقى متضايق. ما فيش مشكله، لكن انا كنت مثلا العب ماتش ماتشين واريح ثلاثه، العب ماتش ماتشين يعني، وما كنتش في الفورمه اللي انا كنت فيها في الاخر، في اخر السيزون يعني. فلما انا رحت قال لي انا عارف انت متفاجئ ان انت جيت وكده، بس انا حابب النوعيه بتاعتك، حابب ستايلك، حابب لعبك. في حاجات عايزك تظبطها ونظبطها مع بعض، وانت هتبقى دايما معايا. وهو لوحده قال لك ايه الحاجات اللي عايز تظبطها ولا ما قالكش؟ لا قال لي احنا مع بعض هنظبط. فحاجه بسطتني ان هو شايف فيها، اكيد شايف في حاجه في هاني. فكمان لما لعبت في النادي ولعبت سيرد باك خلاص بقى، ولعبت باك رايت واديت بشكل كويس. هو انا لما رحت اخر معسكر كان النيجر ونيجيريا، كان هو ده اخر معسكر تقريبا، هو كان مبسوط بيا جدا يعني، وكان بيقول لي انت احنا مبسوطين بيك جدا ان انت وصلت الفورمه عاليه جدا، واحنا عايزينك وانت دايما ان شاء الله تبقى معانا. فانا لما القايمه اتقالت في الاخر يعني على قد ما ماشي اتضايقت، بس استغراب اكتر يعني، استغربت الموضوع اللي هو ما كلمتش كابتن هاني مثلا، ما كلمتش اي حد، اصل هي وجهه نظر خلاص. مجرد هو يوم اتضايقت فيه، واللعيبه كلها بعتت لي، كل لعيبه المنتخب يعني. محمد صلاح لقيته راح بيكلمني في ساعتها وقال لي ما تتضايقش، وحقك ان انت تتضايق وكل حاجه، وانت اتظلمت يعني. محمد صلاح كلمني، صلاح كلمني في يوميها، في يوميها في يوميها راح مكلمني على طول. حجازي، نني، تريزيجيه، الناس كلها اللي كانت مجموعه اللي كنا هناك كلهم كلموني كلهم. وانت يا ابني انت ازاي طبعا اللي معانا في النادي الاهلي كلهم، الشناوي ومروان، كل اللي كانوا في المنتخب، وليد سليمان. وليد سليمان كان بيكلمني من هناك بيقول لي يعني انا في المنتخب اهو، انت حرام ان انت ما تكونش موجود. هو قال لي كده، انا كلمته هناك يعني. يعني عايز اقول برضو وليد من الناس اللي انا قريبه مني جدا وبحبها جدا يعني. بس فانا استغربت او يعني اتضايقت واستغربت اكتر استغراب. بس خلاص اليوم اللي بعديه خلاص قفلت القصه دي، وكان عندنا ماتشات في الدوري لعبته، والموضوع ده يهد لعيب يعني. الموضوع طبعا ده عشان كده بطولة. انا بسألك. انا رجعت اهو لعبنا ماتشين المقاولين والزمالك الحمد لله، حاولت ان انا ابقى كويس وابقى واظهر للناس يعني بحاجه كويسه يعني. عموما محمد نتمنى لك يا رب كل التوفيق في الفتره القادمه. الكل